ممتاز المباراة. هذه مباراة الرقم 20 أمام حارس عملاق اسمه تيبو كورتوا. أمام حارس عملاق اسمه تيبو كورتوا. أنت أيضا عملاق يا سفيان. أنت أيضا عملاق يا سفيان. جول 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 جول. هدف نسوي. هدف رائع للجزائر يا سفيان. نعم من حقكم أن تسجدوا لله وتشكروه. هدف مقابل صفر للجزائر من سفيان فغولي. الاستحواذ بلجيكي والشياطين هم جزائريين. تمكنوا من فتح مجال التسجيل في الدقيقة 20. الدقيقة 24. سفيان فغولي في القائمة الثانية يخرج من أمام فرتونغن. الحرب خداع والكرة خداع. الجزائريون يخدعون بلجيكا بأول هدف. على الجهة اليسرى من مرمى تيبو كورتوا. سفيان فغولي يضيف هدفه السادس في حياته في 20 مباراة مع منتخب الجزائر. طويلة لإسلام ماهوش متسلل راح راح إسلام راح إسلام راح إسلام جول جول. سليماني سجل هدفه الحادي عشر مع المنتخب الجزائري. عبد المؤمن جابوا ركنية من رائعة. جول 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 جول. يا له من جول يا له من جول يا حليش. سليماني اسلام اسلام جابوا جابوا جول 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 جول. ما هذا العجب ما هذا العجب الذي يحدث. ياسين حلاوه ياسين يلعبها لسفيان سفيان يجيب عالمي 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 عالمي. جول 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 عالمي يا ناس جول عالمي يا ناس. لعبة ثنائية بين سفيان وياسين. حان موعد التهديف حان موعد التهديف يا أبنائي. جابوا البطاقة الصفراء يقول حكم المباراة لكوسلوف. نشم في رائحة الهدف مشاهدي الأفاضل. نشم في رائحة هدف التعادل لصالح المنتخب الجزائري في هذه اللحظات. 13 دقيقة لعبنا منذ انطلاقة الشوط الثاني. ياسين إبراهيمي رائحة الهدف تفوح رائحة هدف التعادل تفوح في هذه الأثناء. الجماهير الجزائرية صنع أجواء في المدرجات. المخالفة من ياسين. عودة دفاع المنتخب الروسي. جمال مصباح باقي في الخلف كل اللاعبين الروس في منطقتهم. ياسين إبراهيم يرفعها إلى جول 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 جول. يا إسام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا إسام. قلت لك بأننا نشم في رائحة الهدف. الجزائريون يعودون يعدلون ويفرحون. يا لهم الهدف يا إسلام يا إسلام يا إسلام. هدف التعادل لصالح المنتخب الجزائري في الربع ساعة الأول من عمر المباراة. الله أكبر يا إسلام الله أكبر يا إسلام. جول 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 جول. إسلام سليماني يعدل النتيجة يا إسلام. هدف التعادل يا ضايد هدف التعادل يا ضايد. عدل النتيجة أمام الروس. هدف مقابل هدف يا إسلام. نعم أنت يا إسلام مهما كان الحال يا إسلام. برافو. هدف التعادل من كرة ثابتة كنا نشم فيها. سليماني كرة في الركنية. أول كرة للخضر على الألجيري. كرة ممتازة جدا طريق إسلام سليماني. روعة أنت يا سوداني روعة أنت يا سليماني. كرة للخضر للثعالب الصحراء. كادوا يصطادون الألماني. ألمانيا دائما تاريخيا. وجمال الفنان الله يا ساتر. كرة 1-0 1-0 1-0. ضاعت الكرة من الفرق في أبهى مكان. هنا في الريو كراند دي سول يتألق يدعم. علاش ما عطيتش في 9 مباريات مونديالية؟ أعطيني الراس. 1-0 للفريق الجزائري لكن يرفض الهدف. عربي 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 ولد العربي. الري الله. ما هذا ما هذا ما هذا بأمي عيوني كمشان. ألمانيا ضاعت في 20 دقيقة. والكرة الثانية من مولر مولر
وين وضعته توماس؟ برافو لك فيك يا الريس يا مقلحي. هذه هدية من الكرة مباغتة عن طريق الفنان وزيل. هلام وضربة الراس، الكرة جزائرية والهدف الأول. مش ممكن يا مهدي، مش ممكن. المباراة الآن فما تسديدة يا فيليب لعم، كرة ممتازة من الدين القائد فيليب، كرة ألمانية والأروع والتسديدة والعملاق، العملاق الأسطورة أقول الريس مبولحي. وكرة وهدف، هدف 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 جزائري عن طريق سليماني. سليماني يكتب التاريخ، إسلام يكتب التاريخ، إسلام يكتب التاريخ. أول لاعب عربي يستاج في كأس العالم، والثاني لاعب عربي بعد الخشيان بعد 20 سنة. Et ben elle est là.